الآن الخامسة تماما، وصلنا منطقة حاجز كندي. شو فيه؟ نفل الدور. ايه؟ نفل الدور. سكروا المعبر. سكروه؟ كل يوم هيك بصير؟ كل يوم. ايه؟ كل يوم هيك. وبعدين شو بصير؟ شو؟ البد شو برجع؟ ايه؟ برجع عالدار. لا. هلا شو بدي أسوي؟ يوم احنا انا بطلع من بيتي الساعه 4 الصبح، قديش بعيد بيتي عن شغلي 4 5 دقائق بالسياره، بلف على رام الله وبيجي على المعبر هذا عشان الحق الدور. طيب دائما الجنود بدخلوش على السريع، وهنا اليوم طلع وقفنا بالساحات برا، وكانت فوضى. يوم بتكون فوضى على المعدل. احنا مشكلتنا المعبر.